التطور مهما كان في شيء واحد، فكل شيء محتاج شيء مساند فبيدخل في جميع المجالات. التطور يعني قدام أكتر، يعني دنيتك هتكتر علشان تاخد لحياتك مسار، مبررات للعقل وأفكار. معنى التطور له معنى، فلو الكل يتطور فيسمعنا ويفهم معنى كلمة أعمار، تطوير عقول الناس فكرة، نورها بيدي حياتنا حياة وأفكار. التطور يعني فكرة تاخد حياتنا لبكرة بكتير من الأفكار، وأحلى ما فيها الناس اللي هتيجي بعدها هتسيب لها آثار، كنوز وأفكار.